عن الوقفة الاحتجاجية والتضامنية مع المغيبين والمخفيين قسرا والتي نظمتها الجالية العراقية في بريطانيا، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الناشط في تظاهرات لندن صفاء الموصلي. أستاذ صفاء، مرحبا بكم. يعني وقفة تضامنية مع المخفيين قسرا والمغيبين والمعتقلين في سجون الحكومة في بغداد، نظمتموها في العاصمة البريطانية. ما الرسالة التي تريدون توجيهها من خلال هذه الوقفة؟ شكرا لكم ولقناة الرافدين لهذه التغطية. طبعا الرسالة التي نريد توجيهها هي أولا الحكومة العراقية والسفارة غير معنية بها، فقط كان المكان هو مكان التواجد للجالية العراقية، وأطلقنا من هناك شعارات نددنا بها بسياسة الحكومة التي تحاول غض النظر عن الجرائم التي ترتكب بحق المتظاهرين ومن ثم الاغتيالات التي شاهدناها بالفترة الأخيرة، إضافة إلى خطف المتظاهرين واعتقالهم، وهذا بحد ذاته انتهاك لحقوق الإنسان، انتهاك للحريات، انتهاك للمعايير الدولية التي تخص الحريات تحديدا. وأمس كان هناك هجوم على قناة فضائية بغض النظر عن مالكيها وعن توجه هذه القناة، ولكن هذا الشيء أيضا يأتي في سياسة هذه الحكومة التي تمارس أعمال همجية فيما يخص المواطنين. أستاذ صفاء، هل بينكم وبين السلطات البريطانية تواصل تطلعونها عن الأوضاع الحقيقية والإنسانية التي يعيشها المواطن العراقي؟ نعم، هناك قنوات فضائية وصحفيين تابعوا هذه الوقفة، وأيضا سيكون لنا وقفة أمام البرلمان البريطاني في الأيام المقبلة، سنوجه فيها رسالة مباشرة إلى الرئاسة البريطانية في هذا الخصوص. أستاذ صفاء، تعتقد أن الرأي العام البريطاني وأيضا منظماته الحقوقية على معرفة كاملة بما يحدث داخل العراق؟ أعتقد إلى حد الآن نحن نطالب الحكومة التي ساهمت في احتلال العراق أن تتخذ إجراء ضد من أتوا بهم إلى العراق بعد العام 2003، ولكن المراحل القادمة ستشهد فعلا توجه إلى الرأي العام البريطاني إن لم تفعل الحكومة شيء، وسيكون لنا اتصالات قريبا عن طريق الرسائل أو المقابلات لوضعهم في الصورة، لأنه هذه الدولة فعلا هي كانت أحد الدول التي ساهمت في احتلال العراق وساهمت في إيصال العراق إلى هذا الوضع الذي نشهده الآن. ومنذ 17 عام العراق يدفع خسائر في ثرواته، في أرواح أبنائه، تدمير البنى التحتية، العراق يعاني، العراق حاله الآن أسوأ، يعني يعد من أسوأ الدول في العالم من ناحية البنى التحتية ومن ناحية حقوق الإنسان وفي كافة المجالات. فهذه الدولة يجب أن تتخذ إجراء بحق من أتوا بهم، وإلا ستكون الخطوة الثانية فعلا سنتوجه إلى الرأي العام البريطاني لكي يقوم بالضغط أيضا إلى جانبنا على الحكومة البريطانية. في إطار ما تفضلتم به، هل يمكن أن تتحول هذه الوقفات إلى شيء عملي لملاحقة الجنات والمتسببين في إخفاء وتغييب الناشطين؟ هل بالإمكان ذلك؟ نعم نعم نعم، بالإمكان ذلك، وهناك تحرك قريبا على المنظمات إن لم تتخذ هذه الحكومة. طبعا نحن يائسين فعلا من هذه الحكومة، ونعرف أن هذه الحكومة تمارس سياسة التسويف، بل سياسة تذويب القضية بالكامل. يعني قبل فترة كنا نتكلم في 1000 متظاهر، بعد 1000 متظاهر هناك اغتيالات تمت، هناك اعتقالات، فبالتالي هذه الحكومة لن تقدم أي شيء. فإن لم الأيام المقبلة أيضا كان هناك رسالة تحذير للحكومة العراقية التي تدعي أنه هي تحارب الجماعات الخارجة على القانون، وهي تعرف من يقتل المتظاهرين ومن يقتل الناشطين وتعرف مقراتهم، وزعماء هذه الجماعات المسلحة يعني يمشون بكل حرية مطلقة في شوارع بغداد ولهم مقرات ورايات. فإن لا تتخذ هذه الحكومة وتوفي بعهودها في الأيام القادمة،
فأن يعني لنا خيارات أخرى حقيقة. سنذهب إلى المنظمات الدولية، سنذهب إلى كل مكان، وسننظم وقفات احتجاجية أمام المنظمات التي لن تستجيب لنا. الناشط في تظاهرات لندن صفاء الموصلي، شكرا جزيلا لكم.